تعالى اقول لك على اهم 3 حاجات هيدمروا لك الفقرات القطنيه. رقم 1، ما تقعدش فترات طويله في وضع واحد، لان القعده فتره طويله في وضع واحد، وخصوصا لو الكرسي اللي انت قاعد عليه مش مريح او ناشف او مش متنجد او قاعد على بلاط او رخام، اكتر من 20 دقيقه خطر كبير جدا. ده بيضغط على العصب، ومن ثم هيعملك التهاب في العصب الوركي ويجيب لك الم كبير. يبقى الست اللي شغاله خياطه ضروري تقعد على كرسي، تشتري كرسي كويس، وكل 20 دقيقه تقوم تحرك ظهرها يمين وشمال وتلف، تلم الخيط والقصائص وتلمها وتقعد تاني بعد 20 دقيقه. رقم 2، انتبه وبلغ كل ولادك ما يحطوش المحفظه في جيبهم اللي ورا، بيضغط على العصب من ورا، هتسبب مشكله كبيره وبيعمل خلل في العصب وخلل كمان في مفصل الحوض، يميله، يلخبط اتزانه. تالت حاجه والاهم من ده وده، حاول قدر المستطاع تبلغ كل اللي تعرفه في حياتك، قول له اوعى تشيل وانت موطي. عاوز تشيل انزل كده وشيل، ما توطيش كده وتشيل، انزل وشيل على عضلات ايدك، انزل قاعد وشيل كده، ما توطيش وتشيل، لان كل كيلو بتشيل وانت موطي بيساوي 10 كيلو على عضلات ظهرك. يعني لو شلت 5 كأن ظهرك شال 50. صدقة العلم نشره، انشروا الفيديو ده، شيروه لكل الناس. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي جميع المرضى. دكتور احمد سيد ابو النصر، طبيب وجراح ومحاضر في تخويب العظام والعمود الفقري، السلام عليكم.